هللويا يا رب. حتى ولو لم أراك أنت تعمل بحياتي، حتى ولو لم أشعر يا سيد أنت تعمل. كنت عم تغسل تلاميذ إجريك وتغسل خطاياهم، وما زلت تغسل وتغسل وتغسل. نباركك ونعظمك لأنك حاضر في هذا المكان، ليس كالملك المتسلط من يحمل سيف على عبيده، إنما أخذت صورة العبد، صرت شبيها بالبشر، توضعت حتى الموت، موت عند الصليب. أخذت وظيفة أحقر إنسان لحتى تعطي الإنسان قيمة ولترفعنا من تحت لفوق. يا رب شكرا لأنك حاضر في هذا المكان، حاضر يا رب لكي تشفي، لكي تطلق المأسور. كي تبارك، خلي ربي يباركك. غمض عينيك الآن، انظر ليسوع، شيل عيونك شوي عن مشاكلك هلا، انظر للرب، خلي يغسل إجريك هلا، هو خلي يحكيك. خلي يقول لك أدي بحبك، مش جاي يبهدلك على ريحة إجريك أو على ريحة خطاياك، جاي يغسلهم، جاي يبوسهم، جاي ينظفهم، جاي ينظف كل خوف، كل قلق، كل هم، جاي يريحك. عم يفتش عليك، عم يفتش عليك. قل له لعب يا رب، قل له أنا هون يا رب، قل له أنا هون يا يسوع، قل له أنا هون يا رب. رب عم بيقولك خليني أحبك، خليني أحبك بهالليلة، خليني أقولك قد إيه حبيتك، حبيتك للمنتهى، للآخر، للآخر، حبيتك للآخر. هللويا. أتي إليك على الماء، إلى المسجود بلا نشاء، ثم أراك بإيماني واستلقى حيث الهنا. لذا سأدعو باسمك موجا يثور أمان نفسي ذلك، فأنت لي أنا
الله يشدد وقوي إيماني، دعني أمشي على الماء حيثما تدعوني، خذني نحو العمق حيثما تريد، من الغرق بدد خوفي مخلصي القدير. روح الله شدد وقوي إيماني، دعني أمشي على الماء حيثما تدعوني، خذني نحو العمق حيثما تريد، من الغرق بدد خوفي مخلصي قدير. روح الله شدد وقوي إيماني، دعني أمشي على الماء حيثما تدعوني، خذني نحو العمق حيثما تريد، من الغرق بدد خوفي مخلصي قدير. روح الله شدد وقوي إيماني، دعني أمشي على الماء حيثما تدعوني، خذني نحو العمق حيثما تريد، من الغرق بدد خوفي مخلصي القدير. روح الله شدد وقوي إيماني، باسم الرب يسوع المسيح قوي إيماني يا رب، قوي إيماني حيثما تدعوني، خذني نحو العمق حيثما تريد، من الغرق بدد خوفي مخلص القدير. وكان يسوع يعرف قبل عيد الفصح أن ساعته جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، وهو الذي أحب أخصائه الذين هم في العالم، أحبهم منتهى الحب. وجلس للعشاء مع تلاميذه، وكان إبليس وسوس إلى يهوذا بن سمعان الإسخريوطي أن يسلم يسوع. وكان يسوع يعرف أن الآب جعل في يديه كل شيء، وأنه جاء من عند الله وإلى الله يعود. فقام عن العشاء وخلع ثوبه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسلة وبدأ يغسل أرجل تلاميذه ويمسحها بالمنشفة التي اتزر بها. فلما دنا من سمعان بطرس قال له سمعان: يا رب أأنت تغسل رجلي أنا؟ فأجابه يسوع: أنت الآن لا تفهم ما أنا أعمل، ولكنك ستفهمه فيما بعد، لحق تفهم. فقال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا يا رب، مستحيل. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فلا نصيب لك معي. فقال له سمعان بطرس: إذن يا رب لا تغسل رجلي وحدهما، اغسل معهما يدي ورأسي. فقال له يسوع: من اغتسل كان طاهرا كله، فلا يحتاج إلى غسل رجليه إلا إلى غسل رجليه. أنتم طاهرون لكن ما كلكم طاهرون. قال يسوع: ما كلكم طاهرون، لأنه كان يعرف من سيسلمه للموت. فلما غسل أرجلهم ولبس ثوبه عاد إلى المائدة، رجع الأكل على الطاولة، وقال لهم: أتفهمون ما عملته؟ هل تفهمون ما عملته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وربا، وحسنا تفعلون، لأني أنا الرب وأنا المعلم، هكذا أنا. إذا كنت أنا الرب والمعلم غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض،
وأنا أعطيكم ما تقتضون به فتعملوا ما عملته لكم. الحق الحق أقول لكم، ما كان خادم أعظم من سيده، ولا كان رسول أعظم من الذي أرسله. والآن عرفتم هذه الحقيقة، طوبى لكم، هنيئا لكم إذا عملتم بها. هاليلويا. فليبارك الرب هذا الاجتماع. آمين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا.